السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله، واللي غنتكلموا فيه على مثلث باسكال وكيفيه استعمال هذا المثلث لحساب متطابقات هامه من نوع A زائد B لكل اس ان او A ناقص B لكل اس ان. اذا مثلث باسكال هو مثلث يستعمل لحساب المعاملات المتطابقات الهامه التي تكتب على شكل A زائد B لكل اس ان او A ناقص B لكل اس ان، ان عدد صحيح طبيعي اي كنتمي الان. اذا كيفاش كنلقى مثلث باسكال؟ اذا في العدد الاول كندير واحد واحد واحد، اذا دائما هنا المثلث هو محاط بالاعداد واحد. اذا اثنان كيفاش غنلقاها؟ كندير واحد زائد واحد كيعطينا اثنان، ومن بعد كنسالي بالواحد، دائما كنبدا بالواحد ونسالي بالواحد. في السطر الرابع اذا عندنا واحد، ثلاثة إذا عندنا واحد زائد جوج كتعطيني ثلاثة، وجوج زائد واحد كتعطينا ثلاثة، وكنسالي بالواحد. السطر الرابع عندنا واحد، واحد زائد ثلاثة كتعطينا أربعة، ثلاثة زائد ثلاثة كتعطينا ستة، وثلاثة زائد واحد كيعطيني أربعة، وكنسالي بعدد واحد. بنفس الطريقة كنحسب، إذا عندنا واحد خمسة، إذا عندنا واحد زائد ربعة كيعطينا خمسة، وربعة زائد ستة عشرة، ستة زائد ربعة كتعطينا عشرة، وربعة زائد واحد كتعطينا خمسة، وفي الأخير واحد، وهكذا. إذا هذه الطريقة اللي كنلقاو بها مثلث باسكال. إذا هنا يمكن لي نكمل على حسب يعني الاحتياج. الآن غنبداو بأول متطابقة هامة، يعني غنبدا نعطي الآن كتساوي لنا صفر. إذا ان كتساوي صفر، يعني A زائد B لكل أس صفر، أي عدد أس صفر كيعطينا واحد. إذا المعامل هنا هو العدد واحد. الآن دابا غنعطي الآن واحد، إذا A زائد B لكل أس واحد. إذا غنستعملو هاد الجزء هذا. إذا عندنا واحد واحد، إذا A زائد B لكل أس واحد هي A زائد B، أي عدد أس واحد راه هو داك العدد. إذا المعامل واحد، يعني هنا عندنا واحد A وواحد B. الآن A زائد B لكل أس اثنان، إذا هذه مستلية معروفة. عندنا A أس اثنان، دائما الحد الأول أس العدد اللي كيكون عندي هنا اللي هو اثنان، والحد الثاني أس صفر، يعني B أس صفر، بأس صفر هي واحد، يعني لدي باش نكتبوها. زائد هاد الأس ديال الحد الأول تنقص بعدد، تنقص بواحد، إذا أس اثنان في الحد الثاني غتولي أ، وهنا كتعدنا بأس صفر غادي تزيد بواحد، يعني غتولي بأس واحد، إذا غتولي هي ب. زائد هنا كانت أ أس واحد، بأس واحد غتولي هنا أس صفر، أس صفر هي واحد، بي أس الأس ديال واحد كيزيد كيولي اثنان. دائما الأس ديال الحد الأول كيبدا باثنان بالعدد اللي كيكون مكتوب هنا، وكيبقى ينقص بالعدد واحد، والأس ديال الحد الثاني كيبدا بالصفر وكيبقى يزيد حتى كيوصل للعدد اللي كيكون هنا. إذا حنا لقينا الحدود، المعاملات هي المعاملات هذه، واحد اثنان واحد، إذا عندنا واحد اثنان واحد. الآن A زائد B لكل أس ثلاثة، إذا هي A أس ثلاثة زائد A أس ثلاثة في الحد الثاني تولي A أس اثنان، و B تولي B أس واحد، زائد A أس اثنان إذا تولي A B أس اثنان زائد بي أس ثلاثة. إذا العوامل اللي غنستعملو، عندنا إن كتساوي لنا ثلاثة، إذا واحد ثلاثة ثلاثة واحد، إذا واحد ثلاثة ثلاثة واحد. نستعملو في الحالة ديال إن كتساوي لنا أربعة، إذا أ زائد بي لكل أس أربعة، دائما أ أس هاد العدد اللي هنا أ أس أربعة، وبي أس صفر ما كنكتبهاش. زائد إذا
الأس كينقص بواحد، إذن أأس ربعة، أأس ثلاثة. بي كانت بي أس صفر ترجع بي أس واحد، يعني هي بي زائد أ أس اثنان، بي أس واحد إذن بي أس جوج، زائد أ بي أس ثلاثة، زائد بي أس ربعة، إذن زائد بي أس أربعة. إذن العوامل هي هذه، واحد، أربعة، ستة، أربعة، واحد. بنفس الطريقة كيمكن لي نصوب في الحالة ديال إن أس خمسة و إن أس ستة وهكذا. دابا إلا كان عندنا أ ناقص بي لكل أس إن، شنو هو التغيير اللي غادي يوقع؟ إذا أ ناقص بي لكل أس إن دائما الحد الأول كيكون موجب والحد الثاني سالب، يعني هذا التغيير اللي غادي ندير. إذا الحد الأول موجب، إذا أ ناقص بي هنا ما يتغير والو، أ ناقص بي إذا الحد الأول راه موجب والحد الثاني غيرجع سالب. إذا أ ناقص بي إذا الحد الأول موجب، الحد الثاني سالب، الحد الثالث موجب. إذا دائما كيمشي بموجب سالب موجب سالب وهكذا. كذلك هنا الحد الأول موجب، الحد الثاني سالب، الحد الثالث موجب، الحد الرابع سالب. فأ ناقص بي لكل أس ربعة، الحد الأول راه موجب، الحد الثاني سالب، الحد الثالث موجب، الحد الرابع سالب، والحد الخامس موجب.